نشرة المفصلة لأهم الأخبار على قناتي من شباب، أبدأها بالعناوين. مأرب وتعز تحتفيان بالعيد الوطني 58 لثورة سبتمبر بعروض مهيبة. مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بقصف للجيش غربي مأرب. وواشنطن تدرس تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس عبد الرب منصور هادي إن الجمهورية قدر ومصير وخيار الشعب وإيمانه بالعدالة والمساواة، ولن تكون ميدانا للمساومة والانتقاص من مهابتها وغاياتها أو التقليل من عظمة أهدافها. وأشار هادي في خطاب له وجهه مساء الجمعة للشعب اليمني بمناسبة العيد 58 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، أشار إلى أن الحرية مبدأ والعدالة قضية والحرية هي الحياة، ومن أجل تلك القيم قامت الثورة واختط المناضلون طريق العبور نحو المجد. شهدت مدينة مأرب وتعز اليوم عروضا عسكرية وكرنفالية مهيبة واحتفالات شعبية وجماهيرية بمناسبة العيد الوطني 58 لثورة 26 من سبتمبر، حيث شاركت في الحفل وحدات رمزية من مختلف الألوية العسكرية والأمنية بحضور قيادات السلطة المحلية والعسكرية. وتزامنت احتفالات هذا العام مع تقدم كبير يحرزه الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية التي قادت انقلابا على السلطات الشرعية في 21 من سبتمبر للعام 2014 في محاولة منها للانقضاض على النظام الجمهوري وعرقلة مشروع الدولة الاتحادية بعد إنجاز اليمنيين مسودة الدستور الجديد ومؤتمر الحوار الوطني الذي وضع حلولا لكل القضايا العالقة. استهدفت ميليشيا الحوثي مساء الجمعة مدينة مأرب بصاروخ بالستي سقط وسط المدينة. وأفاد مصدر أمني أن ميليشيا الحوثي استهدفت مدينة مأرب بصاروخ بالستي سقط في مدرسة الميثاق كبرى مدارس المدينة بالقرب من حفل إيقاد شعلة الذكرى 58 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. أضاف المصدر بأن الصاروخ أحدث أضرارا مادية في مبنى المدرسة، منوها بأن ساحتها كانت تستخدم لتدريب زهرات وبراعم المدرسة لتقديم عرضا فنيا في حفل إيقاد الشعلة. وفي السياق، أقسم محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أقسم أن ميليشيا الحوثي لن تنال من مأرب وصواريخها لن ترهبنا. وقال اللواء العرادة في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام خلال الحفل بمناسبة سبتمبر إن تهديدات الحوثيين بالصواريخ لن يوقف اليمنيين عن معركتهم لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً أن قوات الجيش الوطني مؤازرة وبمؤازرة القبائل والمقاومة الشعبية ماضية في استكمال تحرير مأرب والتوجه نحو العاصمة صنعاء. لن تنال هذه الميليشيات من ثباتنا، ولن تنال من بإذن الله صمود أمام هذه الميليشيات حتى تستعاد، حتى ترفع الراية على كل ربوع الوطن. إن هذا العمل البخس التي قامت به الميليشيات خلال هذه اللحظات لإفشال حفل ثورة 26 سبتمبر ما هو إلا واحدة من مكائدها ضد الثورة والجمهورية، لكننا نعاهد الله لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة ولن تنالوا من الثورة. أوقدت مأرب شعلة ثورة 26 من سبتمبر بحضور قيادات الدولة ومحافظي المحافظة لتؤكد أنها باقية وصامدة كحصن منيع للجمهورية، معلنة فشل المخطط الحوثي وكل المؤامرات التي أحيكت ضدها. نتابع. سبتمبر المجد يا ميلاد عزتنا، كنا وهبناك أرواحا وأجفانا، جدد معينا واغرس كل رابية من أرض بلقيسة، خذنا قبلات وأحضانا. هذه مأرب توقد شعلة الثورة، شعلة الجمهورية. محافظو مأرب ورئيسية الأركان وقيادات الدولة يشعلون ثورة الحرية، يوقدون شعلة الحرية، شعلة الثورة والكرامة. تعاهد المحافظ بأن ميليشيا الحوثي ومخلفات الإمامة لن تنال من هذه المحافظة ولن تنال من الجمهورية، وأن ما هو قادم ستكون الاحتفالات خارج هذه المحافظة نحو العاصمة صنعاء. الاحتفال
الاحتفالات الرسمية والشعبية والجماهيرية كبيرة، وعرض شبابي كرنفالي بشكل غير مسبوق، قصائد وطنية وهتافات ثورية تلهب الحماس في هذه المدينة التي كسرت خيشوم ميليشيا الحوثي وأرجعته عن هذه المحافظة. عمر المقرمي، يمن شباب، المغرب. كما أوقد أبناء مدينة تعز مساء الجمعة شعلة ثورة 26 من سبتمبر المجيدة بحضور رسمي وجماهيري كبير، ورددت الجماهير المشاركة في الاحتفائية الخاصة بالذكرى 58 لثورة سبتمبر هتافات أكدوا فيها استمرار تقديمهم للتضحيات في سبيل استكمال تحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها الوطنية والديمقراطية والقضاء على الانقلاب الحوثي الساعي للعودة باليمن الجمهوري إلى عصور الإمامة والتخلف. نتابع. العيد 58 لميلاد النظام الجمهوري في اليمن في ثورة 26 من سبتمبر في عام 1962 ميلادية، يحتفل أبناء مدينة تعز اليوم بذكرى الثورة، وفي هذا الاحتفال يؤكدون أنهم مستمرون في استكمال تحقيق أهداف ثورة سبتمبر وتقديم التضحيات من أجل الحفاظ على مكتسباتها. معنا هنا الأستاذ أيمن المخلافي مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة. أستاذ أيمن، أهلا بك وسبتمبر مجيد، ومن الممكن أن تخبرنا ما الذي يعنيه سبتمبر وما الذي يمثله سبتمبر بالنسبة لليمنيين حتى يحتفلون به في هذا الزخم الجماهيري الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاحتفال الكبير وهذه الحشود الكبيره رغم ما تعاني تعز تؤكد تمسك ابناء محافظه تعز وتمسك ابناء الجمهوريه اليمنيه باهداف سبتمبر وانهم سيكونوا حاملين لهذه الثوره. هذه الحشود التي جاءت من جميع المديريات تؤكد تمسكها بالثوره، تؤكد انها ستبقى تناضل من اجل تحقق اهداف الثوره وعدم التفريط بها. هذه الجماهير اليوم خرجت لتقول أنها ستبقى متمسكة بأهداف الثورة مهما كانت الظروف ورغم الظروف. اليوم تعز تحتشد وغدا ستحتشد بشكل أكبر من جميع المديريات. غدا ستشهد محافظة تعز كرنفال فني وخطابي لم تشهده محافظة تعز من قبل. نعم، إذن احتفالات جماهيرية واسعة بحضور جماهيري كبير وبحضور قيادات عسكرية وأمنية في المحافظة، هي رسائل موجهة لميليشيا الحوثي بأن اليمنيون الذين أسقطوا حكم الإمامة في عام 62 لن يسمحوا بعودتها في العصر الجديد وفي هذا الزمن الذي لا يقبل فيه اليمنيون أن أي وجه من أوجه الاستبداد والتسلط عليهم. أيمن قائد، يمن شباب، تعز. شهدت مدينة عتق أيضا مركز محافظة شبوة حفل إيقاد شعلة ثورة 26 من سبتمبر بحضور رسمي وشعبي كبير، وأوقد العميد الركن عزيز ناصر العتيقي شعلة الثورة في ساحة الاحتفالات، كما شهد الحفل عددا من العروض العسكرية والفلكلورية بالإضافة إلى تقديم إبريت فني وعدد من القصائد الشعرية عكست فيه عظمة ثورة 26 من سبتمبر ومكانتها في قلوب اليمنيين وتمسكهم بمبادئها ومضيهم في تحقيق ما تبقى من أهدافها. وفي مقدمتها القضاء على مخلفات النظام الإمامي الكهنوتي وأذناب الاستعمار البغيضة. احتفل أبطال الجيش الوطني المرابطون في مواقعهم بجبهة نهم بالذكرى 58 لثورة 26 من سبتمبر. رفع الجيش علم الجمهورية وأطلق الألعاب النارية في سماء المنطقة تعبيرا عن الفرحة والابتهاج بهذه الذكرى العطرة. أكد أفراد الجيش المرابطون في نهم أن مشاركتهم بالاحتفال بذكرى سبتمبر تعبيرا رمزيا عن الوفاء للشهداء الذين ناضلوا ضد الحكم الإمامي البغيض وتعهدوا بالسير على درب ثوار سبتمبر والحفاظ على منجزاتها العظيمة المتمثلة بالدولة وشرعيتها ونبذ الطبقية والسلالية والحكم المستبد. أكد محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي أن ثورة 26 من سبتمبر فخر كل يمني وذكرى تاريخية خالدة في ذاكرة اليمنيين. جاء ذلك خلال إيقاد شعلة العيد 58 لثورة 26 من سبتمبر في جبهات القتال على مشارف الحزم مركز محافظة الجوف. وقال العكيمي: إننا قادمون لدحر الميليشيا وحماية الجمهورية، ولن يحكم الإماميون الجدد بعد سطوع شمس الثورة السبتمبرية قبل 58 عاما وطي حكم الكهنوت وعهود التخلف والجهل والمرض.
وتأتي هذه الاحتفالات الكبيرة بعد ساعات من إيقاد الثوار وأبطال الجيش لشعلة سبتمبر في محافظة تعز وجبال صعدة ومأرب وصنعاء في جبال نهم تحديدا، حيث يخوض الجيش معركته مع ميليشيا الحوثي الإمامية للعام السادس على التوالي. وتعهد المقاتلون بقطع أحلام الإمامة إلى الأبد وفي الوقت القريب، وأضافوا أن قوات الجيش تذيق أعداء الجمهورية الويل في كل الجبهات، مشيرين إلى أن الثورة اليمنية ستظل متوهجة حتى يتم تحقيق جميع أهدافها وتلبية كل تطلعات اليمنيين في دولة اتحادية مستقرة. في السياق، قال محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبد الكريم السنيني إن ثورة 26 من سبتمبر مكنت الشعب اليمني أن يترك مخلفات الإمامة الكهنوتية إلى الخلف ويتقدم من خلال الثورة والجمهورية بالعلم والمعرفة إلى عصور التنوير. وأضاف السنيني أن جيل الثورة وما بعده دافع عن الثورة وقدم كل التضحيات في سبيلها من أجل تحرير اليمن من براثن الإمامة الغابرة. وأكد السنيني أن الشعب اليمني بقواته المسلحة وكل فئاته لن يرضوا عن الجمهورية التي حققت طموحات الشعب اليمني بديلا، وأنهم قادرون على حماية مكتسبات الثورة والجمهورية. في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا وعلى كل شعب وعلى كل فرد في الشعب اليمني، ونحن في محافظة حجة في مديرية مودي نوقد الشعلة، شعلة 26 من سبتمبر للعيد 58، الثورة المجيدة الذي أضاحت بالحكم الإمامي البايد. لكن ثورة 26 سبتمبر أتاحت للشعب اليمني أن يترك هذه المخلفات إلى الخلف وأن يتقدم إلى الأمام بالعلم والمعرفة والتنوير في خطوات متتالية. الجيل اليمني الذي يدافع عن هذه الثورة المجيدة قدم كل التضحيات وقدم كل الشهداء وكل في كل جبل وفي كل وادي من أجل تحرير اليمن الغالي علينا كلنا. وكما هو معروف لدى الجميع أن هذه الميليشيا الحوثية التي أرادت أن تعيد القهر والمرض والجهل حق الإمامة السابق تريد أن تعود بها، أن تعود بشعبنا اليمني إلى الماضي. فنقول لها ونقول لكل إنسان إن القوات المسلحة، إن الجيش الوطني، إن اليمنيين بشكل عام لن يرضوا بديلا عن الجمهورية اليمنية. فالجمهورية هي التي حققت كل الطموحات لأبناء الشعب اليمني. عسكريا، قتل وأصيب عدد من ميليشيا الحوثي في كمين وقصف مدفعي للجيش الوطني في جبهة المخدرة غربية مأرب. قالت مصادر عسكرية اليمن شباب إن قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا قتلوا في كمين نصبته قوات الجيش لعناصر الميليشيا، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم. كما قتل مجموعة من عناصر الميليشيا في استهداف مدفعية الجيش لتجمعات الحوثية في ذات الجبهة. جددت اللجنة الطبية العسكرية مناشدتها لرئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الدفاع بسرعة إنقاذ جرحى تعز الذين سقطوا وهم يدافعون عن أهداف ثورة سبتمبر ضد ميليشيا الحوثي. قالت اللجنة إنه لوضع مؤسف أن تأتي هذه الذكرى وجرحى تعز الذين جرحوا في سبيل الدفاع عن الجمهورية ودحر أحفاد الإمامة يعيشون معاناة بالغة الوجع. وأكدت اللجنة أن المعاناة التي يعيشها نحو 22 ألف جريح سببها إهمال الجهات العليا التي لم تدعم اللجنة الطبية العسكرية بمبالغ مالية ولم تخصص لها ميزانية تمكنها من معالجتهم. وطبقا لإحصائية خاصة باللجنة الطبية بتعز، هناك أكثر من 300 جريح بحاجة إلى سفر عاجل للعلاج في الخارج، وأكثر من 200 جريح مشلول بحاجة إلى علاج طبيعي مستمر، في حين يوجد أكثر من 500 جريح بحاجة إلى تركيب أطراف اصطناعية، بالإضافة إلى 1300 يحتاجون إلى إجراء عمليات داخل تعز. أصيب طفل بنيران ميليشيا الحوثي في مدينة حيز جنوب الحديدة بعد ساعات من إصابة طفل بالتحيتة. مصدر طبي قال إن الطفل عصام طالب البالغ من العمر 8 سنوات أصيب في الجهة اليسرى من الصدر برصاص الحوثيين وحالته خطيرة جدا. وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت مساء الجمعة منازل المدنيين في منطقة دار ناجي غرب حيز، ما تسبب في احتراق منزل مواطن وإتلاف كامل لممتلكات عائلته. قالت صحيفة الواشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس اتخاذ إجراءات ضد ميليشيا الحوثي من بينها تصنيفها كمنظمة إرهابية. وذكر مسؤول أمريكي كبير أن المسؤولين يستعدون لإجراء مراجعة قانونية واستخباراتية لتحديد ما إذا كانت ميليشيا الحوثي
تفي الآن بمعايير تصنيفها كمجموعة إرهابية أو فرض عقوبات جديدة عليها بطريقة لم تشهدها من قبل بحسب ما نقلت الصحيفة. من جانبه قال الأستاذ في مركز ميدلبيري للدراسات الدولية جايسون بلازاكيس إن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يمكن أن يمهد الطريق لهجمات عسكرية ضدها على غرار ما حدث مع الحرس الثوري الإيراني. صحيا، أعلنت السلطات الصحية مساء الجمعة تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في محافظة حضرموت. وذكرت لجنة الطوارئ العليا لمواجهة كورونا في موجزها اليومي إنها لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالوباء، فيما سجلت 5 حالات تعافي في حضرموت. ختام النشرة أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها. مأرب وتعز تحتفيان بالعيد الوطني 58 لثورة سبتمبر بعروض مهيبة. مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بقصف للجيش غربي مأرب. وواشنطن تدرس تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية. أشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.